بن ناصر بن سعيد الخيالي يدفع بصوغان مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني سراب حمد بن مبخوت بن حمد المنهالي مع المركز الثاني. والمركز الثالث هناك سراب سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي ينطلق مشاهدينا الكرام مع المركز هناك مشاهدينا الكرام التغيير على البداية التغيير على مقدمة هذا الشوط. هناك من غير مشاغب سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي غير مع الرسمي غير مع الرسمي هناك على البداية وعلى المركز الأول علي بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثاني رياض حمدان بن معضد بن محمد المزروعي مع المركز الثاني. والمركز الثالث هناك حرب ناصر بن مصبح بن علي بن حسين الشامسي ثالثا. والمركز الرابع رابع المراكز هناك الغزو هناك الغزو سالم بن مبارك بن راشد الخاطري مع المركز الرابع. والمركز الخامس خامس المراكز هناك سراب اسهيل بن مبارك بن ثاني بن رقاد الاكتبي مع المركز الخامس. والمركز السادس سادس المراكز من الجانب الاخر هناك مليح حمد بن سهيل بن هناك حمد بن سهيل بن سالم العامري مع المركز السادس. والمركز السابع سابع المراكز من الجانب الآخر هناك الطاير راشد بن سالم بن مسحار المتفيج الاكتبي هناك ينطلق مشاهدينا الكرام مع المركز السابع. والمركز الثامن ثامن المراكز هناك شاهين راشد بن مطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي. والمركز التاسع تاسع المراكز ملبي خليفة بن علي بن بخيت المسافر مع المركز التاسع. والمركز العاشر عاشر المراكز هناك الحر مسري بسالب العرطي الحميري ولكن هنا القدوم والانضمام المميز من خلال هناك هناك منبه مطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي عاشرا. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة. نعود مع البداية نعود مع الصدارة نعود مع مليح على المركز الأول اللي غير اللي سيطر على زمام الشوط. مليح على المركز الأول حمد بن سهيل بن هيان بن سالم العامري هو من يقود مليح نحو الفوز ونحو الانتصار. المركز الثاني ثاني المراكز هناك سراب سهيل بن مبارك بن ثاني بن رقاد الاكتبي مع المركز الثاني. والمركز الثالث هناك ملبي خليفة بن علي بن بخيت المسافري مع المركز الثالث. والمركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا الكرام هناك من الجانب الآخر وتابع التحدي وتابع القدوم هناك من هناك شاب نار وصل شاب نار سيب بن محمد بن سيب بن ضاحي الرميثي هالي السمحة قادمين بشاب نار في هذا التحدي وفي هذا التواصل المميز. هناك أيضا الطاير راشد بن سالم بن مسحار المتفيج الاكتبي ومنبه وصل منبه مطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي مع المركز الخامس. والمركز السادس سادس المراكز هناك أيضا الانضمام الرائع من مشغل هناك سالم بن عبيد بن مبارك الاكتبي غير مع مشغل. والوصول ايضا هناك من الادهم حمد بن علي بن ربيعان السبيعي وصل مع الادهم من خلال هذا المسار المثير والمميز. شوط الختام مشاهدينا الكرام من يختم هذا الناموس من يختم ايضا مسار التحدي بناموس ايضا اخر ده هناك اخر الاشواط البداية مشاهدينا الكرام وصدارة هذا الشوط مليح على المركز الاول مليح على المركز الأول حمد بن سهيل بن هيان بن سالم العامري يقدم لنا مليح مع المركز الأول. المركز الثاني ثاني المراكز هناك شاب نار سيب بن محمد بن سيب بن ضاحي الرميثي يقدم لنا شاب نار مع المركز الثاني. والمركز الثالث يا سلام سراب سهيل بن مبارك بن ثاني بن رقاد الاكتبي مع المركز الثالث. والمركز الرابع يا سلام وصلت الأسماء وصلت الأسماء وصل عاشق السلالة شاهانية هنا يتقدم مشاهدينا الكرام مع الغزو مع الغزو مع الغزو يا سلام وصل الغزو سالم بن مبارك بن راشد الاكتبي. ولكن نعود مع البداية نعود مع الصدارة نعود مع التغيير اللي طرى وجرى على البداية وعلى المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام مشاغب شاغب شاغب مشاغب وشاب نار من الجانب الآخر شاب نار شاب نار هذا الشوط هناك مع المركز الثاني ولكن مشاغب
مشاغب، روح مشاغب، روح مشاغب إلى جميرة، إلى جميرة. تهانينا والناموس، تهانينا سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز مشاغب بالمركز الأول وبصدارة هذا الشوط. سلام يا جميرة، سلام من الأولى حتى العاشرة، تهانينا والناموس على فوز مشاغب بالمركز الأول. المركز الثاني كان فيه شاب نار سيب بن محمد بن سيب الضاحي الرميثي، والمركز الثالث مشاهدينا الكرام المركز الثالث كان في جلمود سعيد بن مهير بالصوب الاكتبي مع المركز الرابع. هكذا مشاهدينا الكرام كانت تحديات هذا الشوط، وكان مشاغب من شاغب بالأمتار الأخيرة أيضا سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي 6 دقائق 13 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز مشاغب بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني شاب نار سيب بن محمد بن سيب بن ضاحي الرميثي 6 دقائق 14 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. والمركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا الكرام كانت تحديات مميزة، وكان أيضا الدخول جماعيا، وكانت الإثارة بتوقيت زمني وقدر 6 دقائق 14 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء تمت انطلاقة نهاية الأشواط وانتهت مرحلة سباق هذا اليوم، والذي احتوى 12 شوطا مخصصة للإذاعة أبناء القبائل على مسافة 4 كيلومترات هنا على أرضية ميدان تحفة ميادين السباق المرموم، حيث كانت الإثارة حاضرة من بداية الأشواط الصباحية، وحيث كانت البداية حاضرة